وصفتنا لليوم هي الترديشنال جريك سالاد، وصفة سهلة وسريعة ومكوناتها كلها فريش، حتى الدريسنج اللي رح نستخدمه مكوناته كتير بسيطة. أول إشي نحنا بحاجة لخيارتين حجم كبير، وبعدين بدنا 4 حبات متوسطة من البندورة، وبدنا حبة بصلة حمراء، وبدنا 250 جرام من الفتة تشيز، وبدنا كمان نص كاسة من زيتون الكلاماتا من غير البذرة، وبدنا 2 ملاعق كبار من الزعتر الناشف، وملعقتين كبار من عيدان الدل الطازة، وربع كاسة من الريد واين فينيجر، وثلث كاسة من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من الكيبرز. أول إشي بدنا نقطع الخيار لمكعبات حجم وسط، وبعدين بدنا نقطع البندورة لنفس حجم حبات الخيار، وبعدين بدنا نقطع البصلة لشرحات رفيعة، وبوزع الزيتون الكلاماتا، ومنوزع كمان الكيبرز، ومنخلطها بإيدينا لحديت ما تختلط كل المواد مع بعضها. بعدين بدنا نوزع الريد واين فينيجر، وهلا بدنا نبدا نقطع الفتا تشيز لسلايسز رفيعه، ومنضيفها على فوق السلطه. في ناس بفضلوا يخلوها مثل ما هي، وفي ناس بحبوا يعملوها مربعات صغيره. طبعا هذا الاشي برجع لكم كيف انتو بتحبوا تقدموا الفتا تشيز على فوق السلطه. وهلا بدنا نوزع الدل، بدنا نستخدم المقص ونقصهم لقطع صغيرة ونوزعهم على فوق السلطة. ومنرش ومنوزع أوراق الزعتر الأخضر الناشف. وآخر إشي بدنا نوزع زيت الزيتون على السلطة. وآخر إشي منزيد رشة صغيرة من الملح، ومنقدمها فوراً. وهيك صارت السلطة جاهزة لليوم. بتمنى إنها تكون عجبتكم وتجربوها.